والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجهم وسن بسنتهم واهتدى هديهم إلى يوم الدين. وبعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله بحول الله وقوته نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الرجوع، والرجوع إلى الحق فضيلة، لأنه كما تحدثت قبل قليل الزول الدجال بتاع فتحاب ده كان بدينا شبح، وهو طبعا زول مفتري جدا، الكلام ده ما من يسون، لأنه حسي أي شاب استقام على هذه المنهج وبقى يحضر للشيخ مزمل عنده شباب تهد، بقول لك يا أخي الناس ديل أدوك كم، والله ده كلام حقائق، بقول لك الناس ديل أدوك كم. وأحمد بدوي، الشيخ أحمد بدوي قبل فترة اتكلم قال ديل أخواني جماعة ديل، وما في حزبي تاني يدق لنا تلفون يقول لك أنت الناس ديل وداك له شنو، ومن هذا المنبر ما في تاني حزبي يقول لي أنت الناس ديل الوداق لهم شنو والرجعك للناس ديل شنو، لأنه الدجال أنا لي 3 سنة من الخلاف الشيخ مزمل وأبو بكر جزاهم الله خير اختلفوا مع هذا الدجال في كلام الصحابة، صحابة رضوان الله عليهم ربنا عز وجل رضي الله عنهم، ديل جاهدوا في الله عز وجل حق جهادي، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن تراجع هذه الآية، الآية دي نزل في صحابة رضوان الله عليهم، وهذا الدجال في تهاب قال الصحابة اقتتلوا في السلطة، وأنا 3 سنة عندي شبهة في رأسي ده، ولو كان مت على العقيدة دي أعوذ بالله ربنا عز وجل هيوديني وين، لأنه عقيدة خبيثة جدا جدا، لأنه تراجع كل كتب السلف، كتب العقيدة لسهمين وابن باز، كل الكتب ما في زول من علماء السلف قال الصحابة شنو اقتتلوا من أجل هذه السلطة، وقال الصحابة إنهم حظ من الدنيا، طبعا بعمل بيده كده كأنه الصحابة ده شغالين ما في مركز الأم كويس، يقول لك الصحابة ده إنهم حظ في الدنيا. وأنا استغربت، أنا كل ما راجع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ذكر في الأحاديث أن يوما خرج عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم، قال فلغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة ذل خرجوا 2 لغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أخرجكم في هذه الثانية، قال يا رسول الله الجوع. وأنا الشبهة في رأسي أمشي أقعد مع مرتي، المرة في البيت أقول لها يا مرة أنت حسي بتتغذي الصحابة ذي رضوان الله عليهم اقتتلوا في السلطة، يقول لي والله أنا ذاته ما أعرف، أنا أمشي بهناك ماشي في الشارع يا أخي معقول الصحابة ذي اقتتلوا من أجل السلطة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما في شيء ذاته عشان يتقاتلوا فيه، لكن جد الدجال وغواء القروش المال البي من المركز بدلك ظروف بقى يكذب في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الصحابة اقتتلوا من أجل السلطة، والصحابة إنهم حظ في الدنيا، والصحابة وإني قد راجعت شنو من هذه الكلمة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا كويس، ونسأل الله عز وجل. أما الشبح السائر حول الشباب ديل والشيوخ الأفاضل الشيخ مزمل، الناس ديل كل ما عندهم يقول لك والله الشيخ ده يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يا حمام مصطفى انت كنت زمان وين لما الشيخ مزمل جاك؟ قال لي يا اخي انا قلت كده، وانت قلت لي يا مزمل انت تبت اي خلاص الموضوع ده منتهي، انت كنت جاهل، لانه الشيخ ده يا جاهل يا متكبر، لكن الحاجه اللي وصلت له الزول ده جاهل، اول حاجه لانه لي لان انت ممكن تقول لزول انت تبت خلاص والموضوع ده انتهى، ثاني تجي لما يختلف معك في مساله شرعية، وكل علماء السنة كويس موقفهم واضح أن الصحابة ما اقتتلوا من أجل السلطة، وتجي تنكد له شنو
الكلام القديم، عشان كده الزول ده كويس، زول دجال وكذاب كويس. ونحن نرجو الشباب الذين يجلسون لهذا الرجل وشباب مساكين، والله انا كنت في شباب هنا معي في انغولا هنا كنت بناقشهم، قلت له يا اخي الشباب القاعدين بيمشي للشيخ الدجال ده ما عارفين حتى الوصول، الانسان ما عارف الوصول. تقول لي يا اخي الشيخ اخطاه كذا وكذا، مثلا اديك مثال، عندك المولد، المولد الكلام ده قبل كم سنه لما دقونا في المولد عفصونا عفص، وانا كنت جوا هناك عفصونا الصوفيه، جاء بتاع المركز العام، ونحن الدعوه دي والله خشينا كويس اخلاص من قلوبنا بنحب هذه الدعوه كويس، كنا نحب الدعوه السلفيه والمنهج الى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والبدع، وجاء بتاع المركز ذاك القاعد يزكي في انصار مهدي كويس، دي من البلاوي، قال احب الشجاع الانصار واحب الانصار، الجلابيه مقلوبه، قاعدين يطوفوا هنا في الجلابيه مقلوبه، المصري قال لي انت رايح ولا جاي يا انصار مهدي، المصري لان عنده جلابيه كويس زي اللي تعرفه ماشي ولا جاي، وتلقاه بطوفوا هناك. ومن قصص عشان تشوف الانصار سنه ديل ما عندهم علاقه لا بكتاب ولا بسنه، وناس كذابين ساكت يقول لك انا بندعو الى توحيد الله وندعو الى توحيد الله، كيف تدعو الى شيء وانت جاهل به؟ عندي واحد بحكي لي من العوام قال لي عندي، ده راح احكي لك قصه عن انصار مهدي ديل، قال لي عندي واحد واتشاب وعنده حبوبته انصار مهدي، حبوبته قال لي لا توديني القبه، قال لي يا حبوبه قبه شنو يا حبوبه؟ قال لي سكت حبوبتي وديته القبه، وديته القبه قال دخل حبوبته شنو القبه؟ حبوبته بتمشي تطوف شنو؟ في قبه المهدي هناك، وقال انا وقفت في الناصيه كده وشلت السفه خطيته، قال لي الجماعه شافوني انصار مهدي ما بينكروا الشرك، ده الجماعه اللي قاعد يمدحوا فيه منو؟ بتاع اسماعيل اللي قاعد يمدح شنو انصار مهدي كويس؟ الحزبيين اللي قاعدين في وجه الخليفه ذل، قال لي احنا بنتكلم عن المولد والمولد وما مولد، لما السنه اللي قبل الفات دقينا واحد انصار سنه لانه جاء واحد مجرم من الدكاتره ديل، والدكاتره ديل والله كيسهم فاضي ما عندهم اي حاجه، ما يشوفك يقول لك الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان، والله الناس ديل حتى بتاع الفتحاب الدجال ده، بتاع الفتحاب ده بقى انت عارف في الدرس، في الدرس بقى يخاف من الشباب ديل، يقول لك في عصبجي هنا، في عصبجي هنا، انت مالك خايف؟ ما تصبر عشان نوريك الاصابه اللي ما بتعرفه، انت مالك خايف؟ انت مش قلت يا اخي انا اتحدى واتحدى السعوديه كله؟ انت خايف مالك؟ وكله بقى مخلوق، لانه زول طعن في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا بذله في الدنيا ده، والزول ده بقى كويس والله تعاين لشكله، والله انت ذاتك تستغرب كده، امشي قريب كده يوم من ايام كده شوف شكله، اول حاجه دقنه بقى شتى اللحيه بتاعه بقى خفيفه، وزمان كان عند قصه يقول لك والله الاخ مسلم امن نسكم، هو ذات عسى امن نسكم، والله امن نسكم كويس، ومره يقول لك اللحيه وينط لك من هنا ويقول لك الخطاب والسواد كويس ويلف من السواد كويس، ولسه انت ما شفت حاجه الا التوب، تتوب ربنا عز وجل قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله شنو يغفر الذنوب شنو جميع، تتوب من حق الصحابة رضوان الله عليهم وترجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتتوب من الحزبية، وأقدم الشيخ مزمل مجزية مشكورة فضل مجزية إن شاء الله.